حزب المؤتمر الشعبي يعقد اتفاقا وصفقة كبيرة مع جماعة الحوثيين بصنعاء. لنشاهد التفاصيل. عقد حزب المؤتمر الشعبي العام يومنا هذا لقاء في العاصمة صنعاء مع قيادات حركة أنصار الله الحوثي، يعد الأول من نوعه منذ أحداث فتنة ديسمبر التي قادها الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح في العام 2017. يتزامن ذلك مع تحركات من داخل الحزب لنس مستقبله. وأفادت وسائل إعلام تابعة للحزب أن اللقاء كرس لمناقشة الشراكة الوطنية وتنسيق الحشد للجبهات لمواجهة العدوان والتصدي له في مختلف الجبهات والعمل على حشد المجتمع لمواجهة كافة التحديات الأمنية العسكرية. وظل دور المؤتمر الشعبي العام وتحديدا قياداته في صنعاء منذ أحداث فتنة ديسمبر غامضا بفعل أمساك العصامين الوسط، لكن اللقاء الأخير يشير إلى أن الحزب قرر أخيرا إبداء دور فاعل خصوصا في ظل المخططات التي تستهدف الحزب، وآخرها اللقاءات في العاصمة الإماراتية، وضمت نجل الرئيس الأسبق أحمد علي عبد الله صالح وطارق صالح نجل عمه، والذي أسس المكتب الوطني كبديل للمؤتمر في إعلان للتحالف الكبير بين عائلة صالح التي عطلت الحزب وتسعى استبداله بكيانات جديدة. فضلا وليس أمرا، لا تنسى الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لتصلكم جميع الأخبار في وقتها.